عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. لم أفهم، هل التسليم على الملائكة يعني التسليم الذي نقوله عند انتهاء الصلاة أم ماذا؟ أرجوكم شرح الحديث وتوضيحه، جزاكم الله خيرا. أنا لا أعلم هذا الحديث ولم أقف عليه، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر. صلاة قبل العصر من النوافل المطلقة، ليست من الرواتب، فإذا صلى قبل العصر ما تيسر فهذا مشروع، ويسلم من كل ركعتين. إذا صلى أكثر من ركعتين فإنه يسلم من كل ركعتين ما تيسر. وأما الصلاة على الملائكة أو على من ذكر فهذا لا يحضرني الآن شيء منه. جزاكم الله خيرا.